أهلا بكم في الأبوة والأمومة واحد لواحد. في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية تثبيت مقعد الطفل المواجه للأمام. بالنسبة للرضع والأطفال الأكبر سنا، شاهدوا مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة. والآن تذكر أنه في أونتاريو يشترط القانون أن يستخدم للأطفال مقاعد مواجهة للأمام عندما تتراوح أوزانهم بين 9 إلى أقل من 20 كيلوغرام أو بين 20 إلى أقل من 40 رطلاً. يمكن أن تتحمل بعض المقاعد الأطفال الأكبر حجماً، ولكن تحقق من حدود الوزن والطول المسموح بها. من أجل السلامة، لا تتعجل في نقل طفلك من مقعد مواجه للأمام إلى مقعد معزز، لأنه يمنح طفلك حماية أفضل. اتبع دائماً حدود الوزن والطول الموصى بها من قبل الشركة الصانعة عند شراء واستخدام مقعد الطفل للسيارة. احرص على وضع طفلك في مقعد مواجه للأمام حتى يصل إلى الحد الأقصى المسموح به من الوزن والطول. عليك دائماً قراءة دليل ملكية سيارتك ونشرة مقعد الطفل قبل تثبيت المقعد في السيارة. استخدم شريط الربط لمقاعد الأطفال المواجهة للأمام. حدد مكان شريط الربط على مقعد السيارة ومرساة الربط في سيارتك. اقرأ دليل مالك السيارة للعثور على نقاط مرساة الربط في سيارتك. دعونا نواصل رحلتنا. قم بتثبيت شريط الربط بمرساة الربط حسب توصيات الشركة الصانعة لمقاعد الأطفال. وفيما يلي كيفية تثبيت مقعد طفلك باستخدام حزام الأمان الخاص بالسيارة. افحص حزام الأمان في سيارتك لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامه في وضع القفل. اسحب حزام المقعد من الساحبة حتى نهايته، ثم اتركه يعود إلى مكانه ببطء حتى تسمع صوت تك. والآن اسحب حزام المقعد بسرعة لمعرفة ما إذا كان سيغلق. فإذا حدث ذلك فهو في وضعية التأمين التلقائية، وهذا ما يجعل المقعد ثابتاً عند القيادة. إذا لم يكن يقف في الساحبة، افحص ما إذا كان يقفل هنا على لسان تثبيت الحزام. إذا لم يكن يغلق حتى الآن، فسوف تحتاج إلى استخدام مشبك إقفالي، وهو يثبت هكذا على بعد نصف بوصة من لسان تثبيت الحزام، بحيث يمكنك أن ترى شكلين على هيئة الحرف C. تحتوي بعض مقاعد الأطفال على مشبك إقفالي مدمج، والذي يمكن استخدامه لقفل حزام الأمام. مرر حزام المقعد عبر مسار الحزام الصحيح. في المقاعد المواجهة للأمام عادة ما يمر عبر مقعد الطفل. ستحتاج الآن إلى شخص لمساعدتك على وضع ثقل في مقعد الطفل حتى تتمكن من شد الحزام. تأكد من أن المقعد لا يمكنه التحرك لأكثر من سنتيمترين ونصف أو بوصة واحدة عند إمساكه بين إصبعيك في مكان مرور حزام الأمان. والآن دعونا نشرح طريقة التثبيت باستخدام حزام النظام العالمي. تحتوي السيارات المصنعة بعد الأول من يناير 2002 على نظام التثبيت العالمي أو UAS، وهي نقاط توجد في مقعد السيارة الخلفي ووسادة المقعد السفلية مثل هذه، ويشار إليها عادة بواسطة رمز. قد لا تحتوي جميع وضعيات المقعد على نظام التثبيت العالمي، ولذلك فمن المهم قراءة دليل مالك السيارة قبل أن تقوم بتثبيت مقعد الطفل. تأتي مقاعد الأطفال بحزام متوافق مع نظام التثبيت العالمي. ما عليك إلا تمرير الحزام عبر المسار الصحيح، وفي المقاعد المواجهة للأمام عادة ما يمر خلف مقعد الطفل، وتربطه بنقاط نظام التثبيت العالمي في سيارتك. افحص تعليمات مقعد السيارة عند استخدام حزام نظام التثبيت العالمي. والآن باستخدام وزن الجسم قم بشد الحزام. تأكد من أن المقعد لا يمكنه التحرك لأكثر من سنتيمترين ونصف أو بوصة واحدة عند إمساكه في الموضع الذي يمر فيه الحزام عبر مقعد السيارة. ارجع دائما إلى دليل مالك السيارة والتعليمات الخاصة بمقعد الطفل من أجل التثبيت الصحيح. استخدم إما حزام المقعد أو نظام التثبيت العالمي، ولكن ليس كلاهما معا. الآن حان وقت تأمين طفلك. تجنب استخدام ملابس سميكة عند ربط المشابك المعدنية، فأي حشوة إضافية يمكنها أن تسبب ترهلاً في أشرطة الحزام، بحيث لا تقوم بتثبيت طفلك في مكانه بصورة صحيحة. يجب أن يكون مشبك الصدر في مستوى الإبط. أحكم إغلاقه بحيث لا يمكنك إلا تمرير إصبع واحد بين الحزام وبين صدر طفلك. لاختبار الإحكام، أمسك الحزام عند كتف طفلك. إذا لم تكن قادراً على شد أي جزء زائد من الحزام، فكل شيء على ما يرام. وكذلك يجب أن تكون أشرطة الحزام القادمة عبر المقعد عند أو أعلى بقليل من كتف طفلك. إليك بعض النصائح العامة. المكان الأكثر أماناً للأطفال 12 سنة فأقل هو المقعد الخلفي لسيارتك. تجنب استخدام العناصر التي لم تأتي مع مقعد السيارة لأنها قد لا تكون آمنة. تحقق من بيانات الشركة المصنعة لمقعد الطفل قبل استخدامها. تأكد من مرور جميع الأشرطة بصورة مستوية عبر جسم الطفل دون التواء. تأكد من أن مقعد الطفل في سيارتك يلبي المعايير الفيدرالية الكندية لسلامة المركبات ويظهر علامة السلامة الوطنية التي تثبت ذلك، وهو الملصق المستدير الذي يحمل صورة ورقة الميبل. دائما استبدل مقعد السيارة إذا اشتمل في حادث تصادم أو إذا انقضى تاريخ انتهاء صلاحيته كما هو محدد من قبل الشركة الصانعة. تذكر إرسال بطاقة الضمان الخاصة بك قبل استخدام مقعد الطفل الجديد.
بحيث يتم إعلامك إذا تم سحب المقعد من السوق أو إذا كانت هناك أي مشاكل تتعلق به. كن على حذر شديد عند شراء أو استخدام مقعد مستخدم من قبل. افحص تاريخ التصنيع المدون على المقعد. إن مقاعد الأطفال المصنعة قبل الأول من يناير 2012 قد لا تلبي معايير السلامة الفيدرالية الحالية. يمثل هذا الفيديو دليلاً بصرياً، ولكن تذكر أن كل سيارة وكل مقعد للطفل يختلف عن الآخر. اتبع الإرشادات ودليل المالك بكل دقة. شكراً للمشاهدة، ويرجى مشاهدة أشرطة الفيديو الأخرى ضمن هذه السلسلة.